حلو، مال مواد تنظيف شكلها حلو، حجمها حلو، وبألف دينار بس. توفر عندنا شو اسوان رفع القماش، شوف حجم كبير، تقيل مو خفيف، وسعر اليوم عليه عرض 5000 دينار بس. موديلات مال الكلاسات ما تحتمين ما شافت مناسبات، هالشي مرتب كلش حلو. هالعلب مالتهم والعرض مالتهم اليوم 7000 دينار ست. الموديلات كلها ذهبي مال شاي، هالشي مرتب مال تقييمات 7000 دينار ست. هالشي مرتب، هاي الكلاسات كلها ذهبيه 7000 دينار ست. تليفوننا هاي لو كل هي السيت مال الكلاسات مالتها نفس النقشه، طبعا الكلاسات نفس النقشه، سيت كامل كلاسات ويا الدولكه 8000 دينار. نسيت الشغل، شوف الكاسات مالتها اول شيء ويا القواشي ويا مال الشوربه الكبيره ويا السيت مالته مال الشوربة نفس النقشة 25000 بس. وفرت عنده شكل قامات ثلاث قياسات، قياس قياسين ثلاثة. المفاجأة الحلوة وياها كل درزن مع السيت قطعة 1000 دينار، طبعا منتهي من عنده تاخذون درزن وياه من هذا هدية، انت تكتبون بيه مال شكر شاي اي شيء ويا القلم مالته، درزن كامل من هذا ويا كل درزن من هذا هدية. ستيل اصلي عبر زجاجي من الثقيل، شيء مرتب 12000 دينار. هذا الموديل الثاني هم 12000 وكله ستيل، شيء درجه اولى. اليوم خلاط مال سنك، هذا اللي ينجر ودين ينجر وتحسب فيه براحتك. هاي العتلات مالته خلاط دبل حار بارد والكبير مال سنك باع ب 45 و 50 25 عرض مالته اليوم. هذا اليوم عندنا الساند مال السياره مال الموبايل، هذا هو موديله، هذا نزقه من انا موديله كلش حلو نعم حلو البي، تقدر تخلي رقمك على مود على السياره من تعوفها ليش يدوروا علي راسه يتصلون بيك. هذا مكان لزقه مال الارقام، الارقام كلها وياها من الساند مال الموبايل، ولزقه ينلزق على الجامع، موديله كلش حلو تقدر انت تتحكم بيه شلون ما يعجبك. الستاند مال الموبايل بنفس الوقت تقدر تخلي القاعده مال الشحن يقوم ياخذ الشحن. شوف هذا مكانه، هذا هو الستاند موديله حلو. هاي القاعده قاعده تنفتح منها يطب الكيبل من جوا، افتح لكم اياه تفضل، يصير الكيبل يصير قاعده مال الشحن. موديله حلو تقدر تخلي الموبايل بهاي الطريقة تتفرج، تقدر تخليه بهاي الطريقة وسعرها حلو 2000 دينار بس. هاي السيتات مال خواشي طبعا مال اكل من الثقيل، ستيل شي درجة أولى. اسمعوا الخواشي شلون شي درجة أولى، مختومة من الثقيل كلش، ست قطع يجي 4000 دينار مال اكل، ست قطع ستيل درجة أولى ب 4000 دينار. الدانات الحلوة والموديلات الحلوة واليدات مالته موديله حلو 2000 دينار. هذا الموديل الثاني هم 2000 دينار. هذا الموديل عندكم 1000 دينار. هذا مجموعه من الكلام، اي لون تريدون موجود 13 لون عندنا. هلا شعرتوا عليك على الطرف يجي منات علاقه، رب جوا خزن فوق، رب خزن نار فوق خزن، قياسه كبير متر 210 ارتفاعات، العرض مالته 80 العمق مالته 40، سعره 110. هاي التقديمه فوز للجنه، باعوا لنا حجم كبير مال التقديمه مال فواكه مال اي شيء انتم تقدرون تكتبوها، موديله حلو فوز. شوف
تعرفون هذا لازم ب 7000 ريال. وجبات الجديد باعونا النفاضات الحلوه فرفوري اكيد شيء مرتب خط ذهبي باعونا الجمال وب 1000 دينار القطعه 1000 دينار اليوم. تعرفون هذا الجذر فرفوري اكيد اكيد ما زلاطه ما شاربه باعوا الحجم مش كبراته شي درجه اولى يدات نزاكه ب 8000 دينار بس. البياض الجديد الموديل الجديد باعوا لنا الحجم اول شيء كبير مو مثل ذيك صغيره موديل بيها الوان بيها هواي موديلها حلو سلتها كبيره هاي فرفوري اكيد ب 15000 دينار. جمال اليوم جايبين لكم كاسات مال اندومي بس باعوا لي الحجم مالتها كبراتها ترى مو مال نسكافيه مال اندومي ترى كبيره دبل باعوا لنا الحجم شي دبل كلش حلو موديله اليد ذهبي وخط ذهبي وفرفوري اكيد وب 6000 دينار اليوم مال اندومي. الكردانات الحلوه اللي توفرت اليوم كلها على شكل عيون ويا القبق مالتها ويا المكياله مالتها 2000 دينار قطعه. مال اطفال موديلات حلوه صور غايبين اشكال غايبين والقلم مالتهم وياهن وكله بالف دينار. شوفوا لنا هذا الرف مال المكياج مال العطور كلش حلو ذهبي لون ثابت ما يروح ضمان همينه ما يروح ابد لونه ولا يتغير بالرطوبه ولا يصير اسود. هذا الموديلات الصيني مو ايراني. هذا التطابق يجي سعره 30000 يجي الرخام مالته لون ابيض باعوا لي هذا ويجي لون اسود يجي لونين بيه قاعدات جوه كلش موديله حلو 30000 سعر. شوفونا اليوم شجعنا خل افتح لكم اياه مرايات بالحمام على الكنتور داخلي كل مكان تقدر تعلي به اكريليك تجي ولاصقه اكيد من اللزقه مالتها ومن هاي المرايه شوفوها سيئه ما تبين يعني عليها لزقه تفتح اللزقه مالتها يلا تبين ولا تعرفون اللزقه. باعوا لي مرايه موديلات الحلو شوفونا هاي الطفايه موديل حلو عيون كله 1500 قطعه. سيتات مغناطيس شوفونا حتى بالقوي مفتحه لزقات واحده على هاي كلها مغناطيس تجي قطعتين 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 هاي قطع وهذا مال الثلاجه تصير وهذا مال المغناطيس كلش موديلهم حلو سيت كامل ب 1000 دينار. سيت كامل توفر عندنا مسدس مال مي طبعا هذا للحرب مال العركات هذا مجرد تخليه بالماي شوفنا وياك هذا الدفع مالته دير بالك